أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء وحياكم الله، أرحب بكم في درس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نبدي بالدرس الثالث. قبل أن نبدي بالدرس الثالث خلينا نسوي مراجعة للدرس السابق اللي أخذناه. أخذنا بالمحاضرات السابقة هاي المعاكسات، وقلنا هاي المعاكسات كلش مهمة وترجمناها لكم وانطيناكم شلون طريقة الحفظ مالتهن. الطريقة أيضا موجودة على اليوتيوب ناشرينها بقناتنا. بالإضافة طلابنا الأعزاء، بالإضافة إلى أخذنا التمرين الكوايت والريلي وشرحنا شلون تحل هذا التمرين وشلون مفتاح الحل. طيب بعد ذلك أخذنا هذا التمرين وامتحنتكم به وكانت أجوبتكم حلوة حقيقة، عاشت إيدكم. واليوم إن شاء الله راح نبدي بدرس جديد وهو موضوع الإعطاء السبب، موضوع إعطاء السبب. اليوم عندنا موضوع جديد هو إعطاء السبب، موضوع جديد اسمه إعطاء السبب، اللي هو تمرين ب صفحة 11، تمرين ب صفحة 11، تمرين ب صفحة 11. طيب إذا طلابنا الأعزاء، أول ما نبدي خلينا نكتب ملاحظة على هذا التمرين، وهذا تمرين مهم وجميل عنده بالامتحان الوزاري. اكتب لي ملاحظة في هذا الموضوع، اكتب يمك ملاحظة في هذا الموضوع. يجب علينا أن نتعرف كيف إعطاء السبب. في هذا الموضوع يجب علينا أن نعرف كيف نعطي سبب. في هذا الموضوع يجب علينا أن نعرف كيف نعطي سبب. بهذا موضوعنا لازم نتعرف شلون ننطي أسباب، شنو السبب، يعني سبب شيء معين. في هذا الموضوع يجب علينا إعطاء السبب، إذا لازم نعرف شلون ننطي سبب. والقاعدة هي، القاعدة هي كار زائد هاف، هذه هي القاعدة، اكتبها يمك، كار زائد هاف زائد قبل القوس، شكو شيء قبل القوس، هذا قبل القوس، زائد so that زائد so that زائد so that زائد فاعل زائد فاعل زائد يو، يعني فاعل هو انت يو، ثم وراها نخلي كان او كانت زائدا التكملة ننزلها مثل ما هي داخل الاقواس. راح اعيد القاعدة مرة ثانية وانتبه عليها، خاف ما لحقت تكتب وما لحقت تفهم. وهذا موضوعنا هو موضوع اسمه اعطاء السبب، شلون تنطي سبب، يعني شلون توضح شيء معين، يعني توضح نتيجة او سبب يعني. وهنا عندك قاعدة، القاعدة هي شنية؟ قبل القوس بالبداية تخلي cars have، هاي بالبداية انت تخليها، بعدين تخلي هذا الشيء قبل القوس هنا، هذا اللي قبل القوس تخليه ورا الكار هافز، وراها تخلي so that، بعدها فاعل، وراها كنت، وراها تكملة الجملة. وهنا عندنا مثال تجيك بالامتحان airbags be safe in crash، اجتك هيجي بالامتحان، انت شلون راح تحلها؟ راح نجي نطبق انا وياكم على القاعدة. عندك بالبداية كار، كار هاف نزلناها، كار هاف هاي نزلناها مثل ما هي. هسا كلكم وياي الطلاب الموجودين وياي، كلكم يا ابطال، اول خطوة ايش سوينا؟ يلا جاوبوني بالتعليقات يا ابطال، كلكم وياي، اول خطوة ايش سوينا؟ نزلنا الكار، كارز هاف، اول خطوة كلكم وياي عيدوها. يلا الخطوة الاولى من ردنا نحل هذا التمرين، نزلنا كار هافز، هذه هي اول خطوة. يلا جاوبوني بالتعليقات، هذا اشوف وياي متابعين لو لا، جاوبوني كل الطلاب يجاوبوني. يلا حطينا الكارز هاف، احسنتم، جيد جدا، هاي اول خطوة، نزلنا الكارز هاف، حلو، هسه نزلنا الكارز هاف، جيد. يلا بقية الطلبة جاوبوني بالتعليقات يا شطار، احسنتم، اول شيء نزلنا الكارز هاف، كارز هاف، حلو، هذه اول خطوة، هذه اول خطوة بالقاعدة. ورا ما نزلنا الكارز هاف ايش راح نسوي؟ ننزل الشيء اللي قبل القوس. ايش عندي قبل القوس؟ عندي ايرباكس، نزلت ايرباكس، عندي بالبدايه كارز هاف نزلتها، وراها نزلت الايرباكس، هذه هاي شوفها ايرباكس، هذه كارز هاف ايرباكس، شوف هاي بالبدايه كارز هاف، بعدها قبل القوس اللي هي ايرباكس، ورا الايرباكس راح انزل سو ذات، وراها نزلت السودات اللي هي بالقاعدة، هاي أنا حافظها، لازم أنت عندك قاعدة حافظها، نزلنا السودات، حلو. ورا ما نزلنا السودات، ورا ما نزلنا السودات
ورا ما نزلنا السودات راح احط يو كان. يو كان خلينا يو كان هنا نزلناها. هاي شوف يو كان نزلناها. بعدين هذا اللي داخل القوس جبته حطيته هنا بيسيفنا كراش. يعني كل اللي سويته طبقت هاي القاعده. انتبهوا وياي، انتبهوا علي يا شطار. راح اعيد لكم، راح اعيد لكم هاي التمرين مره ثانيه. نعم راح اعيد لكم شرح تدللوا. بالبدايه نزلنا الكارز هاف، كلكم وياي عوف كل شيء تبي يمي عوف كل شيء. كارز هاف نزلتها بالبدايه حلو. ورا ما نزلت الكارز هاف حطيت هاي الاير باكس وراها. ليش؟ لان القاعده تقول هذا اللي قبل القوس. شوف جبناه حطيناه هنا. وراها نزلت السوذات يو كان. هاي السوذات يو كان هاي منين؟ اللي هي موجوده بالقاعده السوذات يو كان. وراها نزلت هذا اللي بين قوسين حطيته هنا. شوفها بي سيفن كراش. هاي بي سيفن كراش، هاي بي سيفن كراش. شوفها هي موجوده اصلا. وهنا الكارز هاف باكس هاي هي موجوده اصلا. يعني بس مجرد انا ربطتهم بيناتهم وخليت السوذات بالوسط لا اكثر ولا اقل. خليت السوذات، خليت ذني بالبدايه كلهم موجودات. طبعا هسه راح اعلمكم شلون تجي بالامتحان. نفس الحاله هاي التمرين الثاني cars have cd player so that you can listen to music. شوف الكارز هاف هاي نزلتها اني مثل ما هي. so that ايضا نزلتها مال القاعده، هاي مال القاعده. وراها نزلت اللي داخل الاقواس listen to music. هاي وين هي listen to music؟ نفسها ولا مو نفسها؟ listen to music. نزلتها مثل ما هي listen to music مثل ما هي نزلت. التمرين اللي بعده نفس الحالة cars have GPS so that you can't be you can't get lost. لذلك انت ما راح تضيع. طبعا هنا مستخدم can't. ليش مستخدم can't؟ لان lost يضيع. يعني اذا واحد عنده GPS اكيد ما راح يضيع. can't get lost can't get lost. نفس الحشو على القاعدة تمشون. نشوف هاي التمرين. بالبداية تنزل الكارز have هاي cars have قاعدة نزلتها أنا. وراها داخل خارج الأقواس اللي كترك ويندوز وهاي السودات نزلتها والتكملة مالتي open windows easy. هاي تكملونها طبعا أنا ما مجاوبكم إياها، تكملونها أنتوا هاي منها تكملها. ورا السودات you can open the windows easily. هاي رقم أربعة. رقم خمسة sunroof cars have sunroof so that you can let light. شوف can let light نفس الحالة. cars have tinted windows so that you can't see the car easily so that you can't see the car easily. طلابنا الأعزاء هسه انتبهوا علي. بالنسبة للطلاب اللي فهموها أحسنتم، الطلاب اللي ما فهموها شلون تقرأ هذا التمرين ركز يمي. نعم راح أعيد لكم الشرح، انتبهوا علي. هذا التمرين مهم جدا ويجي بالوزاري. انت عندك قاعدة وتمشي عليها، القاعدة هي هذه كارز هاف، تحفظ القاعدة وتطبق عليها. زين اذا ما افتهمت من القاعدة بهيج حالة عندك هاي الجملة احفظها. وشون تحفظها؟ من خلال التكرار. وهم عندك القاعدة تساعد لك الحل. cars have airbags so that you can be safe in a crash. cars have airbags so that you can be safe in a crash. هاي الجملة شلون الحفظ تصير عليك؟ شلون تحفظها حفظ؟ عندك القاعدة هم تسهل لك. شوف cars have. زين شلون تجي بالامتحان؟ هسا اعلمك شلون تجي بالامتحان وافهمك وانطيك امثلة عليها. cars have cd player so that you can listen to music. هاي جملة اريدك تعيد ليها لحد ما كتابة واسرح. اعلمك شلون تجي بالامتحان. cars have gps so that you can't get lost. cars have gps so that you can't get lost. هاي ظل عيد بيها لحد ما تنحفظ. هذا التمرين اريدك تحفظ ليها حفظ. هذن الجمل لازم ينحفظن حفظ. الكل يحفظ لي هاي الجمل. cars have electric windows so that you can open windows easily. هذا ينحفظ حفظ. وهسه راح اعلمك شلون يجي بالامتحان، شلون تحفظها من خلال التكرار. هذا تمرين تقراه مهم. هذا تمرين تقراه الحلول مالته تقراه وعندك هاي القاعده.
وتطبق على القاعدة. بالبداية تنزل كارز هاف، ورا الكارز هاف تنزل اير باكس داخل القوس. هاي عندك قاعدة، تطبق على القاعدة راح تحل. يعني كل صعوبة ان شاء الله ماكو، بس تطبق على القاعدة. بالنسبة للطلاب تضموا جدا، محاضرات كلها مسجلة، تقدرون ترجعون تشوفونها وتفهمون هذا التمرين اكثر واكثر. اذن تمرين، هذا تمرين مهم، هذا مال اعطاء السبب، قروا لي اياه، تحفظون هاي الجمل كلها. شلون تحفظونها؟ من خلال التكرار. زين، بعد ايش راح نعطيكم؟ انتبهوا علي، راح نعطيكم تمرين اخر، هو موضوع المعاكسات. موضوع المعاكسات اليوم عندنا موضوع اخر، هو موضوع المعاكسات والتعاريف. يعني اليوم بهذا درسنا اليوم راح ناخذ ثلاث تمارين، واريدك تحفظونهن. ثلاث تمارين اريدك تحفظونهن ان شاء الله. بالنسبه لهذا الموضوع، موضوع البولايت واي، مور بولايت واي، هذا باكر ان شاء الله الدرس الجاي ناخذه، الدرس القادم ناخذه. ليش؟ لان هذا موضوع يحتاج له شويه شرح على السبوره، وراح اشرح لكم اياه ان شاء الله على السبوره الدرس القادم. اما اليوم فدرسنا راح يكون ثلاث تمارين وامتحان بهن باكر ان شاء الله الدرس القادم، تمتحن بهن على قناتنا على التليجرام. طيب، فانا عندك هذا التمرين. قبل ان ننتقل على غير التمرين، اللي عنده سؤال انا انتظر تعليقاتكم، اللي عنده سؤال خليه يسال بالتعليقات على مود اجاوبه على هذا التمرين. هنا عندنا طالبه تسال تقول استاذ ايش وقت الكان وايش وقت الكان. نعم، خوش سؤال، هسه راح اجاوبك عليها. استاذ الجمله الاخيره الان ليش ما نزلناها؟ لا، الجمله الان الاخيره نزلنا الان بها، بس خطا املائي يعني بالطباعه، ف موجود الان يعني نزلوها بالحل. استاذ يا صفحه التمرين، التمرين صفحه اعتقد 11، ممكن اعاده سريعه ان شاء الله. هس تمام. بالنسبه للطلاب اللي اجوا جدد حياكم الله. بالنسبه للطلاب اللي اجوا جدد عادي تقدرون ترجعون تشوفون المحاضره. بالنسبة لكلمة all، قصدي all يعني كل الباقي، يعني داخل القوس يعني أقصده، كان أو كان داخل القوس يعني وراء الكان دائما. هذه بالall أقصد كلمة إنجليزي معناها كل، كل ما موجود داخل القوس. كلمة all معناها كل ما موجود داخل القوس. نعم، الدروس راح تنزل بالقناة. الدروس القديمة اللي أخذتها بالنسبة لي هنا استاذ شرحت الدروس القديمة. نعم، اخذنا درسين قديمات والدروسات مسجلة. تمام، اذا هذا تمرين موجود صفحة 10. طيب، بالنسبة للطالب او طالبة سألت قالت الكان والكانت، طبعا هو يعني دائما يعني انا راح اساعدك بالحل. اذا لقيت كلمة lost، اذا لقيت lost خلي كانت، واذا لقيت سي يرى خلي كانت، بس لان حالتين، بس اللوست والسي. اذا شفت لوست وشفت سي دائما اختار الكان، اذا شفت لوست واذا شفت كان سي لان تختارينهن كانت. الطلاب اللي اجوا جدد المحاضره مسجله وتنزل على اليوتيوب، تقدرون ترجعون تشوفونها. ما اقدر اعيد لكم المحاضره كلها هسه، درس جديد كله كامل، لان صار لنا اكثر من ربع ساعه نص ساعه نشرح. إذن اليوم عندنا تمرين آخر مهم، وهو المعاكسات والتعاريف. معاكسات والتعاريف، هذن المعاكسات والتمارين أيضا موجودات بالكتاب. المعاكسات هذه طلبنا الأعزاء الصفحة 15، هذه المعاكسات صفحة 15 تحفظوهن كلش مهمات. هسه نجي على طريقة الحفظ. عندنا dangerous معناها خطير، عكسها safe معناها آمن. دينجرس خطير، سيف آمن. البارحة الدرس السابق امتحنت بيهن الطلاب ذن المعاكسات، وقلنا ذن المعاكسات كلش مهمة ولازم تحفظونهن. وطريقة الحفظ هي طريقة التكرار. اكتب كلمة دينجرس سيف، دينجرس سيف بالانجليزي وبالعربي. وهسه انا راح اقرأ لكم وانطيكم الترجمة اللي اريده من عندكم انتو تقرون وياي وترجمون وتكتبون. هسه كل وياي طلاب، كل طالب يسمعني حاليا سواء على البث على اليوتيوب، هسه بعدين باشر بعد سنه شو وقت ما كان، شو وقت ما انت تسمعني هسه كرر وياي. انتبه علي، هذا التكرار كلش مهم، يخليك تقرا الكلمه صحيح. اذا قريتها صحيح وعرفت معناها وترجمتها سهل عليك الحفظ. يلا يا طلاب من الشطار الابطال، الكل وياي، الكل وياي هسه، اريد هسه الكل وياي، كل طالب يسمعني
دينجرس خطير سيف آمن، دينجرس خطير سيف آمن، دينجرس خطير سيف آمن. أقرأ اللفظ والترجمة. الطلاب وياي كلكم تسمعوني لو لا؟ الموجودين هسه كلكم وياي تسمعوني صوتي واضح لو لا؟ دينجرس أحسنتم. دينجرس خطير سيف آمن. كل الطلاب اللي كل طالب يسمعني هسه، كل طالب يسمعني هسه يعيد اللفظ وياي، سواء هسه بعدين على اليوتيوب يشوفك مكان. هذا تكرار اللفظ، هذا تكرار اللفظ يسهل لك الحفظ. دينجرس خطير سيف آمن، دينجرس خطير سيف آمن. خلصنا من الكلمة الأولى، شلون نحفظها؟ من خلال التكرار. أكتب كلمة دينجرس سيف، دينجرس سيف بالإنجليزي وبالعربي بعد 10 مرات 15 مرة تنحفظ. وإذا تقول أنا ما أقدر ما ألحق أكتبها 15 مرة، فنصيحتي لك تعوف الدورة ولا تدخل درس يمي، لأن أنا ما راح أفيدك. أنا أريد طالب يقرأ وأحاسب، أحاسب طالب طالب. ما تجي يمي ودور كلاوات وضحك، أنا هاي ما تشتغل عندي. يومية امتحانات ومتابعة. دينجرس خطير عكسها سيف آمن. لا تقول لي أنا طالب كبير بالعمر وعمري كبير وتستحي تلفظ. العلم والثقافة والدراسة ما بيها مستحي، هذا ما بيه عيب، أنت جاي تعلم. لا تقول أنا كبير بالعمر وأستحي ألفظ، هذه طريقة ابتدائية. لا، ماكو هيك، تعلم. Old fashioned modern أو new، old fashioned modern أو new، old fashioned 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 modern new، يعني قديم وجديد. Expensive غالي cheap رخيص، expensive غالي cheap رخيص، expensive غالي cheap رخيص، expensive غالي cheap رخيص. كل طالب موجود ويانا يا ريت يعيد اللفظ حتى تسهل عليك الحفظ. expensive غالي، واكتب ترجمة يمك لا تنسى. expensive cheap، expensive cheap، expensive cheap. نجي عندنا رقم 4، happy سعيد، sad حزين. طبعا سدي او happy يعني حزين سعيد، وساد حزين، ونفسه unhappy يعني عادي. هاي كلمة old هاي غلط، يعني امسحوها شخطوها يومكم، يعني بتقرونها لا تحفظونها. بس عندك happy يعني حزين، فرحان او سعيد، sad حزين. happy سعيد، sad حزين، اغلبكم يعرفوا هاي الكلمة. عندنا old و young، old و young، وعندنا uncomfortable و comfortable. ركز وياي، هاي كلمة شوية طويلة وصعبة، خلي أعلمك شلون تحفظها. uncomfortable. خلينا نقرأ comfortable، بس قول comfortable، ما سامع كلمة comfortable. fitable، فتبل. اكو طلاب يقولون عليها كمفورتبل، غلط، مو كمفورتبل، كم فت ابل، كم فتبل، كم فتبل، كم فتبل، كم فتبل. ان كم فتبل، ان كم فتبل، ان كم فتبل، ان كم. سنك الى مستشفاها السفليه من تقول الفا، كم كم الاسنان تلامس الشفاه السفليه. uncomfortable، uncomfortable، comfortable. يلا ويا الطلاب اللي يقدر يقرأ بصوت عالي يا ريت يعيد الكلمة، خلنا نشوف النطق مالتك. يلا comfortable، يلا uncomfortable، comfortable. أحسنتم يا شطار أبطال، كلش حلو، أحسنتم، جيد جدا، كلش زين. هذا نطقكم هسه صحيح، إذا نطقه كان صحيح تقدرون تحفظونه صحيح. comfortable معناها مريح، uncomfortable معناها غير مريح. هذه هي المعاكسات. الدرس السابق كتبتكم عليه الملاحظة، قلت لكم بالمحاضرة السابقة شلون نحفظ المعاكسات. يا طالب ويا طالبة شاطر يجاوبني شلون نحفظ المعاكسات. يلا الدرس السابق قلت لكم. نعم، خلينا نشوف حسين الموسوي. يلا يا حسون يا بطل، شون بالتكرار كم مرة تكتبين حسين؟ 10 مرات تشتغل. 10 مرات ما تحفظ حسين. أكثر من 20 مرة، أكثر من 20 مرة تكتبها. أحسنتم، أكثر من 20 مرة تكتبها وتلفظها على مود أنت بنت.
أحسنتم بالضبط، عاشت يدكم يا أبطال. هذه هي طريقة الحفظ المناسبة، هذه هي طريقة الحفظ المناسبة يا شطار. جيد جدا. إذن طلابنا الأعزاء اليوم يعني أنا دا أخذ لكم شوية شوية حتى نكمل المادة ونسيطر عليها. اليوم راح أخذنا بس 3 تمارين. اليوم هسه راح نجي ناخذ التعاريف definitions، تعاريف. هاي تعاريف كلش مهمة، تعاريف ذني كلش مهمة ولازم نقرأها. أريدكم شطار وأريدكم أذكياء. أذكياء مو بس بالحفظ، أذكياء يعني ما حد يضحك عليكم. شلون ما حد يضحك عليكم؟ يعني ما أريدك طالب غشيم. قبل شوية واحد مراسلني يقول الأستاذ أكو واحد قال لي أنطيني $50 وأنا راح أصعدك درجتك من 40 45 وأسوي لك إياها 45 وأخليك تنجح، ويريد 100 دولار. ما ادري 100 دولار اي 100 دولار آسيا رصيد. طلاب لا حد يضحك عليكم بهاي السوالف، هذه وزاره. شنو نجحك ب 50 دولار؟ هو لو اكو نجاح ب 50 دولار كان ما حد درس، كان كل من راح يشتغل عماله جاب 100,000 انطاها للمصحح. ماكو هيك حكي، لا حد يضحك عليكم. واحد مراسلني استاذ ايش وقت ينطون قرار؟ انا اي طالب يراسلني يسالني استاذ اريد واحد يساعدني، استاذ اريد غش، استاذ اريد سماعه، استاذ اريد مساعده قبل احضره. اي طالب يراسلني ويدور هاي السوالف، يدور غيش حشاكم، يدور واحد ينجح كلاوات، ويدور قرارات من الوزاره، ويسوي مناشدات ويسوي مظاهرات، باب حير مستقبلك. هاي السوالف ما تفيدك، ادرس انجح. انت صدق تحكي هاي السوالف؟ ترى ضيع مستقبلك، تروح تتظاهر يضربونك بشيء تموت بعد، لا تفيدك لا دراستك ولا شيء. أنا ما لي علاقة بكل شيء، بس قصدي أنت كطالب وظيفتك تقرأ المادة وتروح تدرسها زين للامتحان. لا كل من يجي يضحك عليكم، واحد يقول لك أعطيك 100 دولار، واحد يقول لك أعطيني 50 دولار وأنا نجحك، واحد يقول لك عندي الأسئلة $100، هذا كله كذب. ماكو قرارات ولا أكو مساعدة، كل شيء ماكو. حير اقرأ تنجح، عوف هاي السوالف التعبانة. طيب إذن هسه خلينا نبدأ بالدرس الثالث، بالتمرين الثالث طلابنا الأعزاء. وبهذا التمرين اليوم راح نحكي عن التعاريف. شنو يعني تعريف؟ تعريف يعني الامتحان الوزاري ينطيك جملة، يعطيك جملة كاملة ويريد من عندك بس الفراغ. لو الفراغ يجيب لك إياه اختيار، يعني مثلا يقول لك it makes car boats plants move، يعني يخلي السيارة تتحرك. من هو اللي يخلي السيارة تتحرك؟ اللي هو الانجن، اللي هو الانجن المحرك او البنزين، البنزين اللي هو الفول. نقول فول بنزين، ما سامع يقول لك فول. لو الانجن واحد من عندنا يجي لك يا بالامتحان، وهسه راح اعلمك شلون تجي بالامتحان ان شاء الله. طيب هذا التمرين شلون تقرا؟ هذا التمرين شلون تقرا؟ طيب اكتب يمك ملاحظة، اكتب يمك ملاحظة يا أبطال. يلا يا شطار، هذه الملاحظة راح أعطيك إياها تقرأ عليها كل مواضيع التعاريف. يعني وين ما عندك تمرين مع التعاريف تقرأ بهاي الطريقة. اكتب يمك ملاحظة لقراءة للدراسة أو لحفظ، بكيفك، لحفظ أو لفهم أو لدراسة. خلينا نقول لقراءة موضوع التعاريف، لقراءة مواضيع تمرين التعاريف أو موضوع التعاريف، لقراءة تمرين التعاريف يجب علينا حفظ، يجب علينا حفظ التعريف ومفتاح الحل. لقراءة موضوع التعاريف يجب علينا حفظ الفراغ والمفتاح الحل. يعني بالبداية تحفظ مفتاح الحل، أو يعني واحد تحفظ اثنين، بالبداية مفتاح الحل ويا الجواب نفسه. يعني أنا مثلا أجي على الجملة الأولى يقول لك it makes cars, boat, plants move، يعني هو اللي يخلي السيارة والطيارة والقطار يتحرك. أنت خما تجي تحفظ هاي الجملة كليتها وأنت عندك امتحان دور ثاني وما تلحق، أو حتى إذا أنت كنت سنة جديدة وعندك مواد هواي ما تلحق، فأنا راح أساعدك. هنا عندك مفتاح حل، كل جملة لها مفتاح الحل. الجملة الأولى عندك كلمة move،
موف معناها يتحرك. من نشوف موف هي مفتاح الحل لكلمة انجن معناها محرك او الفول اللي هو البازي. يفول ما قلك يفول سامع قلك فول. اذا التمرين الاول هذا تمرين التعاريف من يجيني بالامتحان شلون اجاوبه اجي على الجملة اقراها كلها it makes car ما عرفت اجي هاي موف هاي موف هي هاي مفتاح الحل استاذ محمد الطاني اياها موف معناها يتحرك موف. طيب اذا هذا هي الجملة الاولى كلكم وياي اريد تعيدون بصوت عالي الجملة الاولى شنو مفتاح الحل؟ احسنتم مفتاح الحل هي كلمة موف معناها يتحرك. من نشوف كلمة موف معناها يتحرك تقول على الحل تختار لانجن او الفول. طيب شلون احفظهن؟ اجي من اريد اقرا اكتب احفظ كلمه موف وياها انجن اكتب موف انجن اقرا موف يتحرك والانجن محرك موف يتحرك والانجن محرك محرك يتحرك محرك يتحرك شوف متشابهات يعني. فانت تحفظ كلمه موف وياها انجن زين شلون احفظهن؟ شلون احفظهن؟ من خلال الكتابه والتكرار لا تنسى تكرر وتراجع اعيد اكتب موف انجن اكتبهن اكثر من مره اعيد بيهن اقراهن اكثر من مره اكررهن اقراهن الصبح اراجعهن بالليل اقعد عليهن ما اعوفن الا احفظهن يلا اقوم من عدن. موف معناها يتحرك انجن معناها محرك هذا مفتاح الحل. الجمله الثانيه عندك مفتاح الحل سيل يبيع. الجمله الثانيه مفتاح الحل هي سيل معناها يبيع. الجواب ادفيرس يعني اعلان. الواحد ليش يخلي اعلان على مود يبيع؟ طيب اذا الجمله الثانيه مفتاح الحل سيل يبيع. ركز حدد يمك حدد يمك مفتاح الحل سيل يبيع والجواب هو ادفيرتس اعلان يعني انت تربط سيل يبيع ادفيرتس اعلان. من اشوف كلمه سيل احط وياها ادفيرتس. ليش اختارينا ادفيرتس اعلان؟ لان عندي سيل يبيع هو الواحد يحط اعلان على مود يبيع. اذا من اشوف كلمه سيل يبيع احط وياها ادفيرتس اعلان. هاي الجمله رقم 2. اجي على رقم 3. رقم 3 عندك مفتاح الحل هيلب يساعد. هيلبس يساعد. هيلبس يساعد وهيلبفل معناها متعاون او متساعد. متساعد يعني هيلبس يساعد هيلبفل هيلبفل متعاون. هيلبس يساعد helpful متعاون. مفتاح الحل هو helps. من نشوف كلمة helps تحط وياها helpful. بدل ما أقرأ التمرين كليته وأحفظ النقاط كلهن وخربط بيهن أجي أحفظ مفتاح الحل. الجملة رقم 4. رقم 4 يقول لك you can clean your teeth. أنت تنظف أسنانك with toothbrush. هنا مفتاح الحل هو التيث. من نشوف التيث الأسنان مباشرة خلي وياها toothbrush. toothbrush رقم 3 اعيدها واكرر. بدل ما احفظ الجمله كليتها اشوف كلمه تيث اللي هي معناها اسنان احط وياها توث برش اللي هي فرشاه الاسنان. رقم 4 عندك كلين يور تيث تنظف اسنانك مفتاح الحل هو تيث. من يشوف كلمه تيث اسنان توث برش ينظف الاسنان. طيب رقم 5 عندك waiting الانتظار. waiting معناها ينتظر. من نشوف كلمة waiting ينتظر هي مفتاح الحل لكيو اللي هي طابور أو سرة. سرة مال أشخاص يعني سرة بعد سرة. كيو معناها سرة أو طابور. كيو معناها سرة أو طابور. إذن النقطة الخامسة مفتاح الحل هو waiting الانتظار بالسرة. ليش هو الواحد وين ينتظر؟ ينتظر بالسرة يشتري بنزين يشتري شيء waiting انتظار and Q معناها سرة. هاي مو QU مو QU تلفظ Q يعني طابور أو تلفظ سرة أو معناها سرة. people waiting in Q. هذا هو التمرين الثالث. طلابنا الاعزاء اليوم اخذنا 3 تمارين وامتحان بهن باكر. الدرس القادم راح يكون عندكم امتحان بهن فاللي ارجو من عندكم تقرون الماده زين وتسيطرون عليها او تحفظونها وان شاء الله
درسنا امتحاننا غدا على قناتنا على تليجرام الساعه 3 ظهرا الامتحان، والدرس راح يكون الساعه 2 لين انتهى درسنا لهذا اليوم، وراح اعطيكم مجال اي سؤال او استفسار احنا حاضرين.